والله أنا النهاردة بقول كل سنة وشعب مصر والشعب العربي كله طيب، لأن هذا اليوم كان يوم فارق في تاريخ مصر وفي تاريخ الأمة العربية كلها. ويعني الحمد لله إن إحنا النهاردة بعد 69 سنة من ثورة يوليو شايفين الثورة لسه كأنها قايمة امبارح، وشايفين إن التفاف الشعب ووجدان الشعب المصري بثورة يوليو وقائدها وزعيمها ومفجرها ورمزها الرئيس جمال عبد الناصر كأنه لسه موجود، يعني كأنه لم يرحل من 50 سنة. فبقول للشعب المصري كل سنة وهو طيب، بقول للأمة العربية كل سنة وهي طيبة، بقول لكل مواطن مصري حر بيحب هذه البلد كل سنة وهو طيب. شعور حضرتك على توافد المصريين حتى الآن ولم ينسوا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟ طبعا شعور بقدره جدا وشعور نبيل، وهو الحمد لله ان جمال عبد الناصر وثورة يوليو هي ما هياش فعل في الماضي، هي بتمثل الحاضر. ويكفي ان النهارده بنشوف ما تمثله بحيرة ناصر اللي في خلف السد العالي من انها حاضرة معانا في الاخطار اللي بتواجه مصر، وهي بتمثل بنك المياه اللي بيحمي مصر من كل التآمر والشبوك، بالذات مؤامرة سد النهضة اللي شايفين أعداء مصر بيحكوها ضده. فثورة 23 يوليو رغم أنه عمل قام من 69 سنة، لكن هي لغاية النهاردة رافضة أنها تكون في الماضي، لكن هي بتمثل الحاضر والمستقبل.